في شهر رمضان الكريم يستقر في نفس المسلم إحسان الظن بربه، ففضائل الشهر الكريم تشعره بقرب المغفرة ودنو الرحمة وسهولة إدراكها، فيعمل المسلم بيقين وثبات وطمأنينة متفائلا بربه وباستجابة دعواته، ولا يوقفه حسن ظنه بربه أمام أي ظن آخر من الظنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. اللهم وفقنا لاغتنام فوائد هذا الشهر الكريم، ونعم علينا بها، والله يحفظكم ويحفظ غاليكم.